أخبار اليوم. النهارده كان لنا لقاء خاص مع قائد العمل مسلسل اوراق التوت المخرج القدير الاستاذ هاني اسماعيل. اهلا بيك يا استاذ هاني. اهلا بيك، منورين. يمكن بنقول لك الف مبروك على العمل. انت عندك عمليه مشاركين السنه دي في رمضان في المارسون الرمضاني اولاد السيده واوراق التوت. بدايه نتكلم عشان احنا في كواليس اوراق التوت، تكلمنا عن فكره العمل وكيف ظهوره للنور، والعمل كلفك قد ايه من المجهود الذهني والمعاناه ان يخرج هذا العمل بالشكل المبهر اللي شفناه على الشاشه؟ هو الحقيقة انه العمل ده بقى له فترة، فكرة جميلة كانت في ذهن صديقي دكتور ماجد العبيد، لان هي اصلا رواية ادبية مكتوبة باسم اوراق التوت برضو. الكلام ده من اكتر يمكن من 5 سنوات او اكتر، ولما قرأت الحقيقة الرواية حصل اتفاق مع دكتور ماجد انه لابد من تحويل الفكرة دي والموضوع ده لدراما تلفزيونية، لانه الحقيقة انا شايف انه اهمية الموضوع في الفترة الحالية مهمة جدا. يعني احنا بنتكلم على الدعاوى الباطله في الفتره الحاليه الحقيقه، اللي بتقول انه او بتحاول تقرن اسم الاسلام بالارهاب، او ان الاسلام دين عنف او دين قهر او دين سفك دماء، والجماعات الكتيره المتجاوزه اللي شفناها اللي هي تحاول تربط اسم الاسلام بيها. يعني العمل دعوه بترد على كل الدعاوى الباطله دي بانه الاسلام دين سلام، دين محبه، دين قبول للاخر، قبول كامل جدا، مفيش قهر ولا فيش اي اجبار على شيء، بشكل هادئ جدا جدا جدا. فالحقيقه تحول فعلا العمل الى نص تلفزيوني كتبه الاستاذ ايمن سلامه بشكل بديع، وبدانا التحضير والترتيب لهذا العمل منذ سنوات لغايه لما يعني الحمد لله ربنا كرمنا وبدانا في التنفيذ. والحقيقه خد مجهود كبير، مجهود كبير في التحضير، لانه حضرتك تعرفي انه الاعمال من النوعيه دي بالتحديد محتاجه اماكن تصوير خاصه جدا، ملابس خاصه جدا، ديكورات، اكسسوارات، حرص شديد على مشاركه مجموعه كبيره من النجوم العرب بالاضافه للنجوم المصريين. كل ده الحقيقه خد مننا جهد ووقت كبير. هل كان في مشكله بالنسبه لاحجام الادوار، التترات، الاسماء الفنانين؟ لان في كوكبه من نجوم الوطن العربي من سوريا من الخليج، كانت حضرتك كمخرج بقى بتتغلب على هذا الموضوع ازاي وفكره الادوار وتنسيقها؟ والله عايز اقول لك انه فعلا لا شك التتر ده بيعمل مشاكل كثيره جدا. وانا الحقيقه عانيت منه كتير جدا. فالعمل ده بالتحديد اعلنت من البدايه انه مساله الترتيب الاسماء، انه كل ممثل وكل فنان له حق انه يطرح هو عايز يطلع شكله ازاي، ويتم التنسيق مع الجهه المنتجه بالتحديد، لانه في النهايه هي عقود وارتباط عقود. دلوقتي اللي بيحصل انه الفنان بيكتب في العقد بتاعه انه مثلا على ان يكون ترتيب ظهوري الشكل الفلاني، انا تاني اسم، انا تالت اسم، انا عايز يعني ده بيذكر في العقود. دلوقتي بقت المساله اقرب للارتباط مع الجهه المنتجه. وانا الحقيقه خرجت نفسي خالص من الحكايه عشان ما يحصلش مشاكل، لكن اكيد بيرجعوا لي في الامور الفنيه انه مين ممكن يبقى قبل مين، مين بعد مين، لكن بشكل فعلي هي مساله الفنان او النجم مع الجهه المنتجه. صبري، يمكن اول مره بتادي اللغه العربيه الفصحى، كلمنا عن معايشتها بقى للدور وتوجيهات حضرتك. هل كانت نقول بقى تلميذه في اجواء حضرتك مع اللوكيشن كانت بتستجيب على طول؟ احكي لنا عن تجربتها. هي في الحقيقه طبعا في البدايه كانت يعني هيبه شويه المساله، لانه اول مره والحقيقه انا طمنتها تماما وقلت لها ما تخافيش خالص، لانه انت ايام اديتي ادوار كتيره جدا. طب اعتبر نفسك بتادي دور صعيدي مثلا او دور فلاحي، ما هي لكنه مختلفه او حاجه مختلفه. ولا شك انه يعني تقدر تقولي انه حصل تمرين شديد جدا. احنا عملنا بروفات كتيره جدا مكثفه جدا قبل التصوير، وكان في مصحح لغه عربيه موجود، وكان في شرايط كاسيت بتتسجل، وهي الحقيقه من الناس اللي لازم الواحد يذكرها انها مجتهده جدا جدا وبتذاكر كويس قوي قوي قوي. فاجتهادها الشديد قبل التصوير سهل كتير قوي عمليه التصوير. يعني انا شايف الحقيقه انه ما خدناش وقت كتير الحمد لله، ودخلت في الاجواء بشكل مباشر، وما كانش في معاناه للمذاكره الشديده جدا والاجتهاد اللي كان قبل التصوير. استاذ هاني، حضرتك بتفتكر فكره الحصريه اللي تعرض لها المسلسل يعني اثرت عليه بشكل سلبي؟ يعني العمل احنا شايفين على قد الثراء اللي فيه في الصوره والانتاج والاكسسوار والاعمال بالذات دي بتحتاج شكل خاص من التحضير. شايف حضرتك ازاي الرؤيه دي؟ يعني والله لا شك طبعا هو اكيد عدم عرض العمل على القنوات الخاصه اللي هي اكثر مشاهده اكيد اثر علينا كلنا، لكن انا يعني عندي امل في الله سبحانه وتعالى انه ان شاء الله بعد رمضان هيعرض في كل محطات دي باذن الله. هو اللي حصل انه
القنوات الخاصة دي بعد ما حصل اتفاق معاها وكانت خلاص حتى نوهت عن العمل بشكل مكثف، حصل خلاف شوية مع الجهات المنتجة لأنه التلفزيون السعودي باعتباره هو المنتج الأصلي للعمل أنه لازم يذيع هو الأول حقه كمنتج للعمل. القنوات الخاصة كلها بتذيع بتعرض العمل قبل رمضان بيوم، يعني ليلة رمضان بتذيع، ودي خريطها وده نظامها في العرض. يعني حصل خلاف وأصر طبعا الجهة المنتجة أنها لازم تذيع الأول، فعشان كده لم تذاع في هذه القنوات. لكن طبعا أنا في رأيي أنه إن شاء الله العرض الثاني إن شاء الله كل هذه القنوات هتشاهد بإذن الله، وعندي أمل أنه برضو هيجيب صدى جيد مع المشاهدين إن شاء الله. مش عايزين برضو قبل ما نسيح حضرتك نتكلم برضو عن أولاد السيدة، اتكلمنا برضو عنه وخاصة أن الفنان طارق لطفي محقق يعني مشاهدة حلوة قوي لأنه أعماله كانت كويسة جدا، اتكلمنا برضو عن العمل ده وشايف المقارنة بين العملين إزاي، هل بتنافس حضرتك نفسك في العملين؟ لا إطلاقا، لأنه نوعية مختلفة خالص، يعني ده حاجة وده حاجة خالص تماما. نتكلم على عمل فانتازيا تاريخية بملابس خاصة وديكورات خاصة وبعمل لغة عربية بأجواء حتى أماكن التصوير ما نقدرش عليها أنها مطروقة قبل كده، كلها مختلفة يعني. لا أولاد سيدة الحمد لله هو يمكن أكيد الناس كلها عارفة أو الجرايد كانت بتكتب إنه العمل ده صادف بعض العقبات الكثيرة جدا أثناء التصوير، يمكن تم تصويره في 3 سنوات لأنه إنتاج الدولة إنتاج شركة صوت القيادة صوتيات والمرئيات، وأكيد الناس عارفة الخلل الاقتصادي اللي حصل بعد الثورة، فكانت بنتعثر لعدم وفرة سيولة ونصور ونتوقف وحصل مشاكل عديدة خاصة بالتوقفات، لكن الحمد لله تغلبنا على يعني أكثرها، وأعتقد الحمد لله أن العمل يعني جايب برضه نسبة مشاهدة كويسة، لكن مش مجال خالص للمقارنة أو المنافسة، ده شكل وده شكل آخر. أستاذ يمكن بعض النقاد بيطالبوا دايما بيقولوا إن إحنا ما عندناش أعمال تاريخية على نفس المستوى التحضير وأعمال دينية، حضرتك رسالة بتناشدها وأنت في الفترة الأخيرة كنت بتعاني من ضعف الإنتاج وإن ما فيش جهة تتبنى أعمال كويسة مع إن في عندنا كتاب وعندنا فنانين، فحضرتك رسالة بتناشدها في الفترة دي؟ أشكرك لأن ده سؤال مهم جدا جدا جدا. بصي لازم نفرق بين القطاع الخاص الجهات المنتجة وبين القطاع الحكومي. هذه النوعية بالتحديد اللي هي الأعمال التاريخية لأنها مكلفة جدا جدا، بتكلف يمكن أضعاف الأعمال المدن الاجتماعية العادية خالص، زي ما عارفين بتحتاج ديكورات خاصة وإكسترات خاصة وملابس وأماكن تصوير، يعني كلها تكاليف باهظة جدا. فالمنتج القطاع الخاص بيحجم عنها. ليه ما بينتجهاش؟ لأنه زي ما قلنا بتكلف كثيرا، وفي التسويق وفي البيع هي نفس الارقام اللي بيبيعها العمل المودرن العادي اللي بيكلفه اقل بكثير. فيقولك انا اجازف ليه؟ يعني ليه اجازف واخش في مقاطعه نصرف ارقام كبيره جدا ممكن لا يسوق بالشكل الكافي فيبقى خسرت. فبيفضل ينتج الاعمال الدراميه الاقل تكلفه. انما لازم المحطات الدول هي اللي تتصدى لهذه النوع من الاعمال لاعاده انتمائنا الوطني والعربي والاسلامي، لتاكيد على هويتنا خصوصا بعد الغزو الثقافي والفكري اللي جاي لنا من كل جهه بأعمال كلها أنا في رأيي أنها بتعبس بعقولنا يعني. فإذا ما كانش هذه المحطات يبقى الهدف الرئيسي هدف ثقافي تثقيفي وتوجيهي بإعادة الانتماء العربي والإسلامي هنا تاني من خلال هذه النوع من الأعمال. تتكلف تكلفات باهظة جدا عشان يحصل إبهار وجذب قوي جدا وتقدم بشكل فني مبهر بعيدا عن فكرة المكسب والخسارة، ما بنقولش إنه يعني يخسروا، لكن الهدف الرئيسي هو هدف تثقيفي وتوجيهي لتأكيد هويتنا. عشان كده بقول لحضرتك إنه الخلل اللي حصل الفترة اللي فاتت والاقتصادية الدولة، أنا في رأيي إنه لابد بعد أن تتعافى الدولة اقتصاديا لازم تحط في أولوياتها في أول اهتماماتها الدراما التاريخية والدراما الدينية، لأنه ده تأكيد على هويتنا في مواجهة الغزو الثقافي اللي حصل، وتاخد تكلفات زي ما قلنا مبهرة جدا علشان تنافس كل القادم من كل جهة أخرى يقف أمامها، لأنه بتجيلنا أعمال مبهرة جدا 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 لكن جواها أفكار ممكن جدا تبقى مخالفة لتوجهاتنا. لا لازم نحارب هذا بفكر مضاد. وده يمكن يا استاذ هاني اللي خلى المشاهد في الفتره الاخيره بيلجا للاعمال التركيه والاعمال الهنديه. ما هوش لاقي غيرها. ما عندوش البديل. لازم نوجد البديل ومن خلال جهات الدوله الحكوميه. مش عايزه برضه اقفل مشاركه ابن حضرتك، تكلمنا عنها وده مش العمل الاول اللي بيشارك فيه في عمل وحضرتك تكون مخرج ليه. كلمنا عنه برؤيه نقول بقى ايه المشاهد مش رؤيه الاب او المخرج. بصي شوفي دايما هتبقى وجهه نظري مجروحه زي ما بيقولوا، مفيش كلام يعني في النهايه اب يعني، لكن انا في رايي انه الفن ليس مفيش واسطه في الفن. ما علي كاب اني احاول اظهره بشكل لائق او انه يعني يمنح الفرصه، واعتقد انه مفيش اب في الدنيا مش عايز ابنه يمنح الفرصه، انما انه يثبت وجوده بين الناس او يبقى حضوره جيد او انه ياكد ذاته، دي اعتقد يسال فيها النقاد يسال فيها المشاهدين، لانه في النهايه
هو بقى قيمته اللي هتاكده قيمته اللي هتشغله. واحنا شفنا الحقيقه نماذج كثيره جدا جدا لابناء فنانين بتلمع ويمكن تنجح اكتر من ابائها، وشفنا العكس، وشفنا نماذج لابناء فنانين فشلوا. مش كده بقول لحضرتك انه الاب عليه ان هو بيمنح الفرصه، انما هو بقى اللي بياكد ذاته. فيمكن السؤال ده هيبقى صعب ان انا اجاوب عليه، لكن الناس بقى والجمهور هم اللي جاوبوا عليه. قبل ما اسيب حضرتك، اعرف ايه الجديد اللي بتحضره الفتره الجايه ولا لسه ما تخلص اجواء المسلسل؟ يعني دلوقتي لسه فعلا في العمل الحقيقه، اوراق التوت. متبقي قد ايه؟ لا ان شاء الله احنا في النهايات، يعني فاضلنا 3 ايام فقط وننتهي وناخد بقى فتره استقرارها كده ونبدا نشوف الاختيارات شكلها ايه ونخطط للقادم باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح، وبنحيي حضرتك على العمل اللي شفناه بصوره ومضمون وقصه وابطال، حاجه فوق الرائعه بجد يا استاذ. اشكرك، ودي شهاده اعتزي بيها جدا. ميرسي جدا. هشام مش بعيد قوي كده. هشام ايوه، سيادتي الطبيب والتي طلبها سيادتك مازلك ادخله حتى اعود. تفضل تيجي تعالى ادخل طبيب فسيدك ما زلت. تفضل يا ماشي.